دقلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر، تذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر، تذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. تذكر قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين. فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه. لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. دقلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.